التجربة الثانية رح نحضر اليوم فلوكانازول أورال سسبنشن. حضرنا أول تجربة المثال إيكاليبتس أويل سسبنشن، اليوم رح نحضر فلوكانازول أورال سسبنشن. نستعمل هاي التجربة as antifungal infections or oral treatment antifungal infections. رح ناخد فلوكانازول تابلت. أخذنا حبة فلوكانازول وزناها على الميزان عنا، طلعت وزنتها 750 جرام. رح نطحنها في المورتر آن بستل، بعدين رح نوزن منها كمية. رح نطحن حبة فلوكانازول، نطحنها في المورتر آن بستل. هلا بنعمل كالكوليشن على اللوح مشان نشوف كم بدنا نوزن من هاي الحبة، ما بدنا إياها، ما بدنا ناخدها كلها. وزنتها 750 جرام الحبة، وفيها أكتف إنجريديانت هي الفلوكانازول 150 ملي جرام. هلا معطينا بالفورمولا في المانيوال، معطينا انه كل واحد ملي جرام من الدراج بدها 1 ملي، واحد ملي كل دوز معطينا اياها او سترينج، كل واحد ملي جرام لواحد ام ال من الووتر. احنا بدنا نحضر الفورمولا رح تكون عندنا 100 ام ال من الووتر، فكم بدنا ناخذ من فلوكانازول كم ملي جرام؟ طلعت عندنا 100 ملي جرام فروم ذا دراج. ما عندنا بلك باودر فلوكانازول نوزن منها 100 ملي جرام، عندنا الفلوكانازول از اتابلت. التابلت الموجودة عندنا اللي هي السترينج تبعتها 150 ملي جرام، يعني كل حبة فيها أكتف إنجريدينت فلوكانازول 150 ملي جرام. إحنا بدنا 100 ملي جرام وما عندنا باودر نوزن منها بس 100 ملي جرام، عندنا تابلت كل حبة فيها 150 ملي جرام. كيف رح ناخذ من كل حبة 100 ملي جرام بس، مع إنه الحبة كل حبة فيها غير الأكتف إنجريدينت في إكسيدينت تكون موجودة مع الحبة. جبنا الوان تابلت اللي فيها 150 ملي جرام، حكينا اذا بدنا هي فيها 150 ملي جرام، احنا بدنا 100 ملي جرام، فكم تابلت رح ناخذ؟ طلعت عندنا اللي هي 0.66 تابلت. كيف بدنا ناخذ 0.6 تابلت؟ يعني اقل من حبه. حناخذ تابلت الوحده بنوزنها، طلعت الوزن عندنا زي ما شفنا 750 ملي جرام. احنا بدنا كم تابلت؟ اقل من حبه حكينا، بدنا 0.6 تابلت. فكم رح تطلع وزنتها؟ يعني اذا الحبه الوحده وزنتها 750 ملي جرام. الـ 0.66 من التابلت كم رح تكون وزنتها؟ نعمل نسبة وتناسق فبتطلع عنا وزنتها 500 ملي جرام. يعني الحبة الكاملة اللي هي وزنتها 750 ملي جرام بدنا نطحنها ونوزن منها 500 ملي جرام. هاي الـ 500 ملي جرام اللي وزناها من الحبة اللي طحناها زي كأننا ماخذين 0.66 تابلت، وهاي الـ 0.66 تابلت أو الـ 500 ملي جرام فيها أكتف إنجريدينت 100 ملي جرام. السترينج اللي عندنا في تجربه اليوم هي الفلوكانازول والاكتف انجريدينت، هاي السترينج اللي له اللي كل واحد ملي جرام ده واحد اقل من الوتر. هاي السترينج شو نكتبها، او اذا بدنا نكتبها على شكل ويت بير فوليوم تطلع عنا 100% ويت بير فوليوم. يعني قسمنا واحد على واحد ضرب 100، واحد ملي جرام على واحد اقل نضربها في 100% تطلع عنا 100% ويت بير فوليوم. بعد ما عملنا الكالكوليشن حكينا الحبه بعد ما طحناها بدنا نوزن منها 500 ملي جرام، هال 500 ملي جرام فيها اكتف انجريدينت 100 ملي جرام، وكاننا ماخذين تابلت 0.66 تابلت. رح نوزن منها 500 ملي جرام، بعدين نضيف عليها المي. المواد عندنا اليوم بس فلوكانازول تابلت اند ووتر. هاي وزننا 500 ملي جرام، رح نحطهم في المورتر اند بيستل. بعد ما وزننا ال 500 ملي جرام بدي ارجعهم على المورتر اند بيستل واضيف عليهم كميه من الووتر. هلا الكميه اللي بدي اضيفها من الووتر بتقدر تحطوا مثلا 30 مل 25 مل، المهم تكون اقل من 100 ام ال. بعد ما نحطهم في الجراجويتد سلندر بنكمل الفوليوم عندنا في الميه للووتر. طبعا احنا بنحاول نحركها تصير هوموجينياس، بس هي ما لها سسبنشن اكيد رح تضل تفصل. نعمل رنز للمورتر اند بيستل بوتر ورنز للفنل.
نكمل الفوليوم من 100 ml بالووتر. هاي وصلنا ل 100 ml، نحن عملها شيكينج. هاي فلوكينازول سسبنشن استعمل از انتي فانجل. طبعا الليبل اللي رح نعبيهم، في عنا الاكزيلياري ليبل، المين ليبل رح يكون ابيض لانها انترنال، اسم المريض تكتب، كل طالب بيكتب اسمه، اسم المستحضر فلوكينازول سسبنشن، الشكل سسبنشن، السترينث زي ما حسبناها على اللوح اللي هي بتطلع عنا 100% ويت بير فوليوم، تاريخ نكتب تاريخ اليوم الاستعمال از انتي فانجل. الاكزيلياري ليبل بما انها سسبنشن لازم نكتب شيك ويل بيفور يوز، keep out of children, keep in cool and dry place. بس